مصنع هيونداي هذه تفاصيل إنتاج السيارات. كشف مدير الاستراتيجي لمصنع هيونداي في تيارت بجاوي عبد الرحمن أنه سيتم إخراج 70 سيارة يوميا في البداية، كما أشار بجاوي إلى أن هدف مصنع وصول إلى 350 سيارة في اليوم، في حين أكد بجاوي أن المصنع هيونداي سيصل مستقبلا إلى 1400 عامل. ومن جهته قال مسؤول بمصنع هيونداي بتيارت جمال دعلاج إن المحادثات مستمرة مع القائمين على الشركة، وهذا من أجل تدعيم إنتاج بصناعة سيارات حقيقية 100% تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.